ودلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على آخر الأخبار الفنية. النجم أمير كرارة بيستعد لتصوير مسلسله الجديد عمر الناجي اللي هيكون من تأليف وإخراج بيتر ميمي. المسلسل من المسلسلات الثمان حلقات وهيتعرض على منصة واتشت الرقمية وهيكون ليه مجموعة أجزاء. كمان هيتم ترجمته لأكثر من لغة وهيبدأ تصويره في نصف شهر سبتمبر اللي جاي. النجمة مي عز الدين بتواصل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد خيط حرير. النجم ماجد الكدواني بيتعاون مع المخرج عمرو سلامة للمرة الثالثة في فيلم جديد بيتم التحضير ليه حاليا. الفنانة شيماء سيف بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد بالقوة، واللي بيعتبر أول بطولة مطلقة ليها في الدراما التلفزيونية. بدأ تصوير المسلسل اللي أحداثه بتدور من خلال حكايات مختلفة بتصوير الحكاية الأولى اللي هتكون بعنوان في بيتنا روبوت، وبيشارك فيها هشام جمال وعمرو وهبة. فريق عمل فيلم 30 مارس خدوا أجازة من تصوير الفيلم من امبارح ولحد يوم 25 أغسطس اللي جاي، وده بعد ما صور أبطال الفيلم عدد كبير جدا من مشاهد الفيلم خلال الفترة اللي فاتت في مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمعادي. والمخرج أحمد خالد موسى أكد أنه انتهى من تصوير 90% من أحداث الفيلم. الفنانة حنان مطوع بتواصل تصوير مشاهدها في مسلسل إلا أنا، واللي بتقوم من خلاله ببطولة حكاية أمل حياتي اللي هتتعرض خلال الفترة اللي جاية. الفنان أحمد حاتم هيبدأ تصوير فيلمه الجديد ريسة خلال شهر سبتمبر مع المخرج أحمد عبدالله صالح، اللي بيقوم بترشيح باقي الأبطال بعد الاستقرار على مشاركة الفنان محمود حميدة والفنان محمد الشرنوبي، ده غير أنه بيواصل معاينة أماكن التصوير عشان ينتهي من كل تحضيرات الفيلم. المخرج مصطفى أبو سيف لمس من مسلسل حكايات بنات تصوير مشاهد المسلسل. مشاهدينا أخبارنا الفنية، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة عشان نستكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اتفضلي يا منة.